طيب عايزين بس ننعي عم حسين يعني قائد المشجعين، واول من قاد التشجيع في المدرجات قبل الالترا عم حسين عفيفي. عم حسين عفيفي توفاه الله وشيعت جنازته امبارح من مسجد السيده نفيسه رحمه الله رحمه واسعه. الحقيقه يعني دول الناس اللي من اوائل روابط المشجعين في المدرجات، دي الناس اللي شجعت الاهلي من قلبها بجد، دي الناس اللي تعبت والناس اللي سافرت. وانا مدير نادي ليك انت كان صولات معاهم؟ طبعا هم كانوا شله بس اللي كان بيقودهم عم حسين وكان موجود هو اللي كان مؤلف حتى وكان موجود حربي وجزره وكان موجود حسني الشهير بحسني مبابي ده راجل محاسب على فكره وعنده وعي يعني و يعني بس هو من امبابه فبقى حسني امبابه يعني بيفتكروه كده وكانوا يروحوا يشجعوا فكان لما يحصل اي تجاوز حسين ده يبص لي يعني يعني كان برضه يقف كده وظهره للمقصوره وكده فلما احس ان الدنيا هتفلت والله من المقصوره اشاور كده يفهم يروح مغير الهتاب. اهلي 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 مفيش شتايم مفيش حاجه وكانوا بيسمعوا كلامه كان الى هذا قائد الاوركسترا اهو يسمعوا كلامه وكان بيننا وبينهم علاقه لدرجه ان كان اللي يعني مثلا مره خدنا 10,000 جنيه غرامه ولا 5,000 جنيه غرامه لهتافات يعني خارجة. مش كويسه فرحت قايل لهم التمرين هيبقى بجنيه التذكره بجنيه لحد ما الم ال 5,000 جنيه انتوا اللي هتدفعوها الاهلي مش عشان تبطلوا فبقوا ايه يجيبوا الطبله يا عدلي بيه يا عدلي بيه التذكره بقت بجنيه ويقعدوا يعملوا كده واخد بالك التمرين بقى بجنيه ومره جزره ده قال لي هنشرب 10,000 جنيه الماتش كانت فرقة قوي وفعلا والله العظيم مره جبته قلت له يا جزره انا هوقفك بس انا عايزك انت تاخد القرار عشان انا هبقى قاسي جدا فقال لي طبعا انا هوقف نفسي اسبوع قلت له طيب خلاص ما تجيش النادي اسبوع وما جاش يعني كان في علاقة وثقة كان جمهور مخلص وجميل يعني طب نشوف عم حسين عفيف الله يرحمه وهو بيتكلم على الأهلي عظيم في آخر تدريبات المنتخب القومي بيتابع عن كسب علشان يطمئن على حالة فريقه بإذن الله في هتافات كتيرة إن شاء الله هنسمعها في المباراة المرتقبة بتتجهز من نص الأسبوع هيقودها مشجع كبير من مشجعي منتخب مصر الكابتن حسين عفيفي اهلا كابتن حسين الله يسلمك والله ايه هتقول ايه من مدرجات الدرجه الثالثه ان شاء الله والله احنا ان شاء الله احنا هتافاتنا هتكون حلوه تكون حلوه ان شاء الله دي عشان ربنا يعني ينصرنا باذن الله فالهتافات اللي احنا هنقولها هنقول عشان عيونك يا بلادي هنروح ايطاليا في معادي ساعتها نعمل هليله للجهر كبير العيله مصر يم الوطنيه يا زعيمه الكوره العربيه جمال عبد الحميد لعيب زي الحليب طهر ابو زيت يا طقطقه يا ابو رجل زي المطرقه يا فنان الجيل يا مارادونا النيل يلا يا جهري ورينا على ايطاليا وودينا عشان عيونك يا بلادي هنروح ايطاليا في معاد شوف يعني لما انا هحكي لك بقى عم حسين في ايوه ده شباب. ده وكان لسه بادي مراسل شوف سبحان الايام عم حسين كان واحد ضمن مجموعة اختارها الكابتن الجوهري وبدأ معاها عصر المشجع المحترف. ايوه. يعني انما شوف كان بيألفوا اغاني من قبل الالترس. ايوه. وقال انا مش عايز احس بغربة وانا في ايطاليا هصفر 300 واحد من المشجعين. وكان في المليونير احمد المقدم رجل اعمال في انجلترا. ايوه. متحمل مصروفاتهم وبدأ يهيئ المشجعين دول وظهر معاهم بقى الخواجه وعماد وحربي وحسين المجموعه دي وراحوا فعلا شجعوا في ايطاليا عشان يبدا عصر المشجع المحترف اللي بيلف مع الاهلي والزمالك والمنتخب. طب نشوف مراسم او بعض لقطات من تلقي العزاء في وفاة حسين عفيف الله يرحمه. يمكن الرجل في الفترة الأخيرة كان عانى صحيا كتيرة يا باشمهندس
تعرض لأزمة صحية شديدة شوية إلى أن توفاه الله. هو ما تزوجش على فكرة. كابتن محمود الخطيب كان حرص على المشاركة في تشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة وأداء واجب أو صلاة الجنازة، ثم مراسم الدفن تغمد الله. يعني دي بتقول ايه؟ عم حسين عفيفي وكل البسطاء من محب الاهل دي بتقول ايه؟ وكان الكابتن صالح حريص على مثل هذه الامور ليه؟ يعني يمكن لما كانت عزم في فرح لاحد الكبار ما يروحوش. لكن لما يجي عم علي عواد يقول له ابني فرح ابني لازم يروح. راح واخد بالك؟ فهي دي في الاهل متاصله. وكان ده في كان عندنا عم عبد الرحيم راجل كبير في السن. وكان الكابتن صالح لما بقى رئيس النادي جالي مره وقال لي الراجل ده احسن موظف في النادي. قلت له ليه؟ قال لي انا مره قلت يعني اتمشى كانت 6 الصبح لقيته في النادي بادي بدري من 6 الصبح عشان يضمن ان على 9 يكون النادي اتكنس وتوضب وتنظف. فكان يلقط الحاجات دي وكان حريص على انه يرعى ويحتضن البسطاء من العاملين بالذات ويجاملهم. فالخطيب لما هو ده اللي بقوله ميراث الثوابت انك انت تطلع تشوف كده تعمل كده تطلع تشوف كده تعمل كده. فاللقطه دي مش غريبه على الاهلي. البسطاء دي حاجه يعني دي هي دي القيمه. صحيح. هو ده التواضع. مش التواضع يعني انك انت بتنزل، لا، التواضع امام المواقف الانسانيه، انك تتعامل مع الكل على حجم واحد. انت بالنسبه لك بالنسبه لنفسك بتبقى انسان متواضع، مش بتتواضع في التصرف. انت بتبقى مدرك قيمة ان البشر كلهم يستحقوا نفس الاهتمام والرعاية. بالعكس، للبشر البسيط اكتر من البشر اللي هو صاحب الجاه والسطوة والمال، لان ده هيتجامل هيتجامل. لا طبعا، لكن البسيط ده يعني ملوش الا لما تطبطب على كتفه كده يشعر. صحيح. إن حد شايفه. لا كمان في حاجة يا باشمهندس، ما حسين عفيفي وكل المشجعين دول كبيرهم وصغيرهم هم اللي ساهموا في صناعه شعبية النجوم. هم اللي هتفوا لهم طبعا، وهو ده جزء من رد الجميل. مش رد جميل، رد يعني اقول جزء لك من إيه؟ الفضل الاهلي. إيه الفضل؟ الفضل. ولا تنسوا الفضل بينكم بس كده. يعني. واتمنى ان احنا كلنا نبقى حريصين ان احنا اولادنا يشوفوا الكلام ده ويستمروا عليه ان شاء الله. طيب كابتن حسام البدري،